أن تسمية طرب الغرناطي يعني هي مستحدثة في المغرب، وأنه معروف في المغرب بالجزائري أو الجزائري، يعني أصل التسمية. دائما يطرح هذا الإشكال، ماذا نسمي هذا التراث؟ في طرب الآلة طرح هذا الإشكال كذلك، هل هو طرب آلة؟ هل هو موسيقى أندلسية؟ هل هو موسيقى أندلسية مغربية؟ هل هو موسيقى مغربية؟ وهو لكل تسمية دلالات وأبعاد. بالنسبة للطرب الغرناطي، أعتقد بأن تسمية الطرب الغرناطي هو وفاء للفردوس المفقود ولآخر إمارة فقدها العرب المسلمون في الأندلس وهي غرناطة. بالنسبة للمغاربة، تسمية هذا التراث بالجزائري هو ناتج عن تأثير الجزائر في المغرب، في تأثير الجزائر في المغرب من خلال بعض المعلمين الذين كانوا يتوافدون على المغرب، وخصوصا مثل مسان مثلا. يمكن أن نستحضر هنا علما وهو محمد بن غبريط، قدم إلى المغرب في العقد الثالث 1923 24 25 وأسس مدرسة لتعليم الطرب الغرناطي في الرباط، وهذا لا يعني بأن الرباطيين لم يكونوا يعرفون الطرب الغرناطي ولم تكن هناك ممارسة لهذه الموسيقى في الرباط أو في وجدة. نعم، شكرا لك أستاذ حميش.